كابتن طارق يحيى المدير الفني بقول لك هارد لك النهارده، لكن اديت مباراه جيده. بتشوف النهارده الجيم ازاي كابتن طارق من وجهه نظرك بالنسبه للنادي الاهلي وايضا كمان اسمه؟ لا لا مفيش شك طبعا، مبروك النادي الاهلي وهارد لك لسموحه. ادينا ماتش كويس، كنا افضل فترات كثيره من النادي الاهلي على الاقل اول ثلث ساعه. يعني احنا دخلنا في الجيم قبل النادي الاهلي، وده الكلام اللي قلت لهم ان احنا النادي الاهلي دايما بيرقرص في اول ربع ساعه يحاول يجيب جون، احنا عملنا العكس. انا قلت لهم ان احنا نباغت النادي الاهلي، ضغطنا وضيعنا جون، في جون لأومد طلعها سليف كوليبالي من جوه الجون. بعد كده ما كانش فيه تماسك في نص الملعب شويه، الاهلي سيطر. ضربه الجزاء طبعا حاجه يعني ما اعرفش، يعني الكوره لما تبقى نازله والراجل يلعب بدماغه وتوقف على ايده تحس ضربه جزاء غير مقصوده طبعا. لكن الشوط الثاني بدأناه بشكل جيد، كنا افضل لغايه الطرد، وحتى بعد الطرد كان لينا تواجد هجومي الى حد ما. لكن انت بتلعب النادي الاهلي، تيم كبير ولعيبه خبرات، والاهلي مغلوب خسران الماتش اللي فات، فطبعا بالتالي عنده يعني حوافز ودوافع كتيره جدا، وانا عندي كمان حوافز ودوافع، لكن خبرات النادي الاهلي اكتر شويه. وفي نفس الوقت انت بتتكلم على بعد الدقيقه يمكن 64 5 بعد الطرد، ما فيش حتى سيطره من النادي الاهلي على المرمى الا بالهجمات المرتده. يعني النادي الاهلي كان بيشتغل هجمات مرتده عليها، بالرغم ان احنا ضغطنا في نص ملعب الثلث الاخير في اخر ثلث ساعه برغم النقص العادل عندي، ومع ذلك ما كانش فيه تواجد للنادي الاهلي غير عن طريق الهجمات المرتده. كان فيه انفرادات وكل طبيعي، انت بتلعب ب10 قدام النادي الاهلي يعني، وبعدين بتنزل ولد ناشئ مواليد 99 اللي نزل العش، بشكره طبعا على اداءه، لكن بقول الحمد لله والشكر لله، المباراه عدت، نفكر بقى في اللي جاي ان شاء الله. لك شكرا.